بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في قناة الأستاذ حيكون أسامة لمادة الأدب العربي. في هذا الفيديو إن شاء الله رح نتعرفوا مع بعض على كيفية بناء موضوع الأدب العربي، يعني هذا فيديو مهم جدا، نشوفوا كيف شبنا موضوع الأدب العربي، وبعد ذلك نمر إلى الفيديو الموالي مباشرة اللي هو غدا إن شاء الله اللي نتكلموا فيه على الدرس الأول بإذن الله تعالى. تبع معي إخوة الأكارم، أولا الأدب العربي باش نتفهموا على حاجة، الموضوع تاعو سوجي تاعو ينقسم إلى قسمين أو فيه نوعين من المواضيع. عندنا موضوع شعري هو الموضوع الأول مع الأسئلة تاعو، وعندنا موضوع نثري مع الأسئلة تاعو. معناها كل موضوع يأتي وحده، معنى هذا الموضوع الأول هذا الموضوع الثاني، أنت تخير وشكون هو الموضوع اللي يساعدك. بطبيعة الحال كل موضوع عنده مجموعة من الأسئلة، هي أسئلة مدروسة ومضبوطة، عددها محدد متكررة كل سنة، يختلف اختلافات بسيطة جدا من سؤال إلى آخر. بطبيعة الحال هذا الموضوع ينقسم إلى نوعين أو ثلاث أنواع من الأسئلة، ينقسم إلى أسئلة البناء الفكري وأسئلة البناء اللغوي وأسئلة التقييم أو التقويم أو البناء النقدي. هذا الجزء أو هذا البارتي هذا خاص فقط بشعبة الأدب والفلسفة واللغات. بمعنى أيها الإخوة الكرام وش عندنا؟ عندنا البناء الفكري وعندنا البناء اللغوي وعندنا البناء النقدي. عدد الأسئلة في البناء الفكري أيضا محدد ومضبوط بالنسبة لشعبة، استنى ونمحو هذه الفكرة، بالنسبة لشعبة الأدب والفلسفة عدنا 6 أسئلة، بالنسبة لشعبة اللغات 5، بالنسبة لشعبة العلوم 4. بالنسبة للبناء اللغوي عدنا بالنسبة للأدب والفلسفة 5، اللغات 5، العلوم 4. أسئلة التقويم النقدي تنقسم إلى أقسام، ربما قد تكون أسئلة حفظ، ربما قد تكون أسئلة فهم، ربما قد تكون أسئلة استنتاج. أقول لكم أن أسئلة التقويم النقدي هي خاصة فقط بشعبة الأدب والفلسفة واللغات، العلميين ما عندهمش هذا النوع من الأسئلة. بطبيعة الحال هذه السنة سنة مميزة بالنسبة للسنة الثالثة الثانوي، ما فيش أبدا يعني ما فيش وضعية إدماجية، ما فيش تعبير، ما فيش كذا. بطبيعة الحال هذه الأسئلة هل هي أسئلة معينة أم هي أسئلة تختلف يعني في كل موضوع؟ بطبيعة الحال حسب تأريخ أو الهيستوريك تاع البكالوريات السابق، صراحة أشياء بسيطة جدا وواضحة، يعني الأسئلة تقريبا نفسها تتعاود مع كل نص، معناها كاين مجموعة من النصوص تابعة لمجموعة من المحاور نقراها، مثلا الشعر السياسي، شعر المدائح، شعر الزهد، شعر التعليمي، شعر الرومانسي، شعر المنفى، كاين حوايج هكذا تجي عليها أسئلة ثابتة ومعروفة. يعني أنت إذا كنت متمكن من الأسئلة تاعك يعني في السابق أكيد بطبيعة الحال رايح، شوفوا هذه الذبابة درت فيها حالة اليوم، أكيد بطبيعة الحال رايح تجاوب على هذه الأسئلة بشكل بسيط. أما إذا كنت ماكش قاري الدروس تاعك ولا المنهج تاعك ولا ماكش حاط في المدرسة ولا ماكش تحضر ولا ماكش تتبع على الأقل في اليوتيوب ولا عندك مجموعة من الكتب والمؤلفات يعني تتبع فيهم السوجيات، بطبيعة الحال راح تكون لك صعوبة كبيرة في فهم النص. صلوا على رسول الله. احنا لازمنا نفهموا كيفية البناء باش نعرفوا كيفاش نجاوب. إخوة الكرام احنا عدنا وش قلنا؟ عدنا البناء الفكري، هنا شوف معايا البناء الفكري، وعندنا البناء اللغوي، وعندنا البناء النقدي أو التقويم النقدي أو النقد، خلينا نسموه البناء النقدي معليش. إذن البناء الفكري فيه مجموعة من الأسئلة، هما أنواع الأسئلة هما 4. عدنا يا جماعة الخير السؤال الأول يسميوه سؤال عام، يعني هذا النوع من الأسئلة هو سؤال نتكلم فيه عن الفكرة العامة للنص، مثلا أذكر الفكرة العامة للنص، مثلا عما يتحدث الكاتب في نصه، مثلا ما القضية التي أثارها الكاتب. يعني هذا سؤال غالبا ما يكون سؤال سطحي بسيط، المدخل الأول للنص، يستطيع أي تلميذ متوسط المستوى الإجابة على هذا السؤال. مثلا يتكلم النص على موضوع المسرح،
يتكلم النص عن موضوع التربية، يتكلم النص عن موضوع الفن وغير ذلك. من بعد راح نعلمكم المنهجية الصحيحة والسليمة الخاصة بالأستاذ حيكون أسامة، اللي هي الحكم والتمثيل والتعليل. نعلمكم كيفاش تجاوبوا بالتفصيل الممل باش تحصلوا على علامة ممتازة. عندنا أيضا السؤال الثاني يا جماعة، وهو سؤال خاص. هذا سؤال خاص هو واحد من الأسئلة نوعا ما الأسئلة العميقة، سمحوني لحظة، الأسئلة العميقة. بمعنى هذه الأسئلة العميقة معناها لازم تتعمق في ثنايا النص. مثلا يطلب منك تبحث على العاطفة، مثلا ما عاطفة الكاتب؟ أنت الآن تبحث عن إحساس الكاتب، تقول له يا الكاتب عاطفته هي عاطفة الفخر والاعتزاز، عاطفة الكاتب هي عاطفة الشوق والحنين، عاطفة الندم والحسرة، بحسب الموضوع المطروح وبحسب الأبيات. أنتم في العام الماضي كانت عندكم ممكن في النص الواحد عاطفة واحدة، هذه السنة يا جماعة قادر النص الواحد تكون فيه مجموعة من العواطف من 5 إلى 6، أو تكون فيه 4 أو 3، يعني صديقون على حسب النص. مثلا يقول لك اجبد لي ولا استخرج العاطفة، مثلا حدد عاطفة الكاتب أو وضح عاطفة الكاتب. هنا أقول أنا وضح، هذا سؤال سطحي فقط، معناها مثال فقط. مثلا تقول، يقول الشاعر أنا ابن الجزائر من أمة على دمها تصعد الرابية، ومن أرضنا نقطة الانطلاق، وثورتنا حجر الزاوية، عقيدتنا، يعني هنا حجر الزاوية، الشاعر هنا يحس بالفخر والاعتزاز. مثلا يقول أشتاقه شوق المحب إلى الهوى مهما أرى فيه من استبدادي، يعني الشاعر هنا عاطفته عاطفة الشوق. مثلا الشاعر يقول مثلا يا أصدقائي جربوا أن تكسروا الأبواب فالناس يجهلونكم، ثم يقول الشاعر 5000 سنة ونحن في السرداب. الشاعر هنا حزين جدا على واقع الأمة العربية، وبالتالي العاطفة هنا، العاطفة يجب أن تشرح وتوضح. وبطبيعة الحال العاطفة هنا ليست كالسنة الماضية، أنت هذه السنة مطالب بشرح العاطفة وتوضيحها ثم استخراجها من النص. مثلا العاطفة الحزن موجودة في البيت 7، حيث يقول شاعر كذا وكذا وكذا، ومثال ذلك كذا وكذا وكذا. أيضا عندنا مثلا سؤال النزعة، نزعة الكاتب، النزعة أو ميول الكاتب، مثلا نزعة إنسانية، نزعة قومية، نزعة دينية، يعني ميولات الكاتب معروفة. بطبيعة الحال النزعة اللي كنت في العام الماضي مركزين عليها بزاف هي النزعة العقلية، والنزعة العقلية صراحة نزعة بسيطة بزاف، سنارة النزعات مختلفة، وعندكم حوالي 11 نزعة. نبدأ بالنزعة الدينية والإصلاحية، ثم النزعة الوطنية، النزعة الثورية، النزعة القومية، النزعة الإنسانية، النزعة التأملية، النزعة التفاؤلية، النزعة التشاؤمية، والنزعة يعني الكثير من النزعات، حتى النزعة الروحية وغير ذلك، نزعات كثيرة راح نتكلم عليها بالتفصيل. المهم السؤال الثالث يا جماعة، وهو عادة سؤال من الأسئلة المكتسبة، مانيش على بالي ما هو السؤال الثالث بالضبط. قادر يقول لك مثلا عرف المقال، قادر يقول لك مثلا عرف المقال، قادر يقول لك مثلا أذكر خصائص الشعر معين، خصائص الشعر الحر، مثلا الشعر الحر. أنت هنا يقول قائل أستاذ هذا السؤال خاص بالتقويم النقدي، لا أقول لك مش لازم، ما هيش بالضرورة. 2019 لعبة اللغات جاتك خصائص الشعر الحر، وين في البناء الفكري؟ عادي عادي. والتقويم النقدي جاء الحزن، عادي ما فيش إشكال. معناه قادر يكون سؤال الفهم، عفوا سؤال الحفظ موجود هنا، معناه سؤال الحفظ هذا معناها لازم تكون حافظ، ما فيش حوايج، لازم تكون ما فيش ثقافة عامة، هذا حفظ دروس. ثم 4 السؤال المهم جدا هو التلخيص، الذي يعتبره مجموعة كبيرة من الطلبة، طائفة كبيرة من الطلبة يعتبرونه هاجسا كبيرا جدا جدا جدا. يعني سؤال التلخيص فيه خدمة شوية. رايحين هذه السنة باش نكون صريح معكم وواضح، راح نبدا نحل في لي سوجي تاع التلخيص، نبدا نحل في لي سوجي ونلخص هذوك لي سوجي مع بعض من بداية السنة إلى نهايتها بإذن الله تعالى. لا تقلقوا، ما تقلقوش، رايح دائما نقول لكم الحصة من القسم بإذن الله تعالى. أما البناء اللغوي، عندنا مجموعة من الأسئلة، عندنا تابعة لمجموعة من السلاسل، عندنا سلسلة البناء. استناوا ما نمرش على، نرجع لواحد النقطة، كاينة نقطة مهمة هنا. هم عندنا 4 أسئلة، يقول لي واحد أدبي الشيخ يخي قلت لنا 6. الأدبيين الأسئلة الخاصة عندكم هنايا 3،
معنى عندك 1 2 3 4 5 هنا الأسئلة الخاصة ثلاثة، معنى واحد سؤال عام زائد ثلاثة يولو 4 5 6 متفاهمين. إذا سلسلة البناء وعدنا سلسلة البلاغة وعدنا سلسلة النحو والصرف وعدنا سلسلة العروض، معنى كل سلسلة عندها دروس معينة تجي في امتحان البكالوريا راح نفصلكم فيها الآن. عدنا درس القرائن اللغوية أو مظاهر الاتساق والانسجام. القرائن اللغوية حاجة غاية في الأهمية. ثم عدنا درس الحقول الدلالية، درس مهم جدا يجي في البكالوريا، يعني ما هذا درس مهم جدا، عليه نقطتين وهذا عليه نقطتين. درس العلاقات المعنوية درس نادر جدا في امتحان البكالوريا، صح مهم جدا أننا نتعرف عليه. نروح للصور البيانية بالنسبة لسلسلة البلاغة، عندنا درس الصور البيانية، عندنا درس المحسنات البديعية، وعندنا درس الأساليب الإنشائي والخبري وكذا. درس الصور البيانية درس مهم جدا 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 جدا، ما يتغيبش في امتحان البكالوريا. سلسلة النحو والصرف عندنا درس إعراب الجمل وعندنا درس إعراب المفردات. بالنسبة للغات عندهم درس إضافي وهو درس الهمزة المزيدة أول الأمر، وهذا نتكلم عليه لاحقا تفصيل. والأدب والفلسفة عندهم درس إضافي يسموه درس الجموع ودرس المسند والمسند إليه، نتكلم عليهم لاحقا بإذن الله تعالى. ثم يأتي التقويم النقدي بإذن الله تعالى. التقويم النقدي فيه أسئلة الحفظ أو أسئلة الفهم أو أسئلة الاستنتاج. يا جماعة الخير خلينا الآن نروح مع بعض نشوفوا الآن سوجي من سوجيات البكالوريا وراح نتكلموا عليه الآن، تبع معايا. عدنا مجددا، إذن هذا نص البكالوريا، تبع معايا. هذا أسئلة البناء الفكري، نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول دائما موجود يعني في العموميات، سؤال عام جدا كما راكم تشوفوا. السؤال الثاني أيضا من الأسئلة الخاصة أو الأسئلة العامة اللي موجودة في ثنايا النص، كذلك الحال بالنسبة أيضا للسؤال الموالي. سؤال الثالث، عالج الكاتب في نصه قضية أدبية هامة، سؤال عادي بسيط جدا يعني موجود في ثنايا النص أو موجود في عموميات النص. أما السؤال الرابع إخوتي أخواتي فهو سؤال من أسئلة الحفظ، كيف تجد الإبراهيمي في هذا النص أديبا أم عالما على ما يدل ذلك، وهو سؤال متعلق بشخصية الكاتب، معناه ما تقدرش تجاوب عليه لو كان ما تعودش تعرف الإبراهيمي. كذلك الحال بالنسبة للبناء اللغوي، السؤال الأول سؤال الحقل الدلالي موجود في سلسلة البناء التي كنا قد تحدثنا عليها سابقا. أما السؤال الثاني وهو سؤال الإعراب، يعني سؤال موجود في سلسلة النحو والصرف، إعراب المفردات وإعراب الجمل كما تعلمون. السؤال الثالث موجود في سلسلة البلاغة وهو سؤال الأسلوب البلاغي المعتمد، يعني خبري والإنشائي مع التعليل بذكر أمثلة. السؤال الموالي هو سؤال صور بيانية، لأن السؤال الرابع محذوف، سؤال صور بيانية موجود أيضا في سلسلة البلاغة كما كنا قد تحدثنا سابقا، وهو سؤال في غاية الأهمية. هذا بالنسبة للأسئلة العادية المشتركة بين العلميين والأدبيين. أما هذا الكوتي، هذا التقويم النقدي خاص فقط بالشعب الأدبية. المهم إخوتي أخواتي، أتمنى لكم كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.